السلام مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانية صحيحة، أموركم هانية البنات. أنا قلت لكم هاكا ما كنبغيش نشكي، أنا عيانة، حاسة براسي محطمة، كلشي عظامي كلشي عظامي كلشي عظامي طايحين عليا، كلشي مدقدقة مهلوكة. ما صافي شتا عييت، قلت غنمشي نقلب على شي اللي كيديرو هاديك سميتها الحجامة، غادي نمشي نديرها إن شاء الله. إذا لقيتهم يلاه غادي معايا زكريا، راه هو اللي كيصورني، غادي نمشي نديرها ان شاء الله باذن الله. هزا معايا قرعتي تاعت الماء وبسيطيني وغاليه. يلا يا البنات، البنات انا جيت واحد غير حدا انا هنايا، ولكن مازال ما عرفتوش كيدير الحجامه ولا لا. كيدير الرقية اللي كتسمعو في القران، كيدير الرقية ولكن ما عرفتش كيدير الحجامه ولا لا. مازال كنتسنى تخرج عندي السيده اللي كاين شي وحده واقيلا، ونسولها واش كيدير الحجامه ولا لا، حيت قالوا لي مزيانه الحجامه، مزيانه اللي زعما كتحيد داك الدم اللي خاطر ولا هذا. المهم كتخليك كيخففوا عليك العظام، خصني نشوفوا على الله. غادي طلعت معاها الدروج وسخفت، يا ربي سلام، بقى في نجاد. المهم بقاو معنا تنشوف كيفاش. البنات صافي، ما حاجات عندي المرا ديالو، صافي كان جا معايا زكريا، ما صيفطو للدار ملي لقيت كاينه مرا، صافي صيفطو ديال الدار. صافي هو كيدير الرقيه، قالت لي غدير لي الحجامه حيت كاينه شي وحده داخل لداخل وقيلا كدير الحجامه. صافي خرجت عندي قالت لي كامل واخا بزاف، ولكن ماشي مشكل، الله عاد تكون شي نتيجه يخففو عليا عظامي، ميبقاش فيا هادشي اللي مكيبقاش الدم خاطر. إوا نتمناو خير، بقاو معايا البنات كملت ندخل، راه حيت باقي كاينين الناس هانتوما. أنا فهمت هداك فين كيكون، فين كيكون سميتو، فين كيكونو العيالات، هو كيدير الرقية ليه ومرتو كدير الحجامة لهم. البنات هاني دخلت البلاصة فين غندير الحجامة، السيده ما غاديش يدينا شتو ما باش تعرفوا بان راه كاينه مرا وراجلها هو اللي كيدير الرقيه، هي اللي كدير الحجامه. المهم بالنسبه للناس اللي كاينين هنا في الدرار كاع، هي كاين هنا واحد سميتو بلاصه فين كيديروا الحجامه وكيديروا الرقيه، غير هنايا هنا في إكروكنا هانتوما فينا. انا ما كنتش عارفه كاع واش كاينين هنايا، والله الا مزيان بعد مني هانتوما هنا في ضوء العسكر، هاي مقابله مع ضوء العسكر تحت ديك القهوه. يلا بقاو معنا البنات حتى نسالي. البنات هاني درت حجامه، دابا ما خاصنيش نبين يد ديال الجسم ديالي، المهم غنبين لكم شي حاجه بحال هكا، كلشي في ظهري. سمحوا لي، سمحوا لي الا وريتكم رجلي هكا، ولكن ضروري باش تعرفوا واش كاين. شفت انا واحد شويه السخفه، كل الحمد لله بغيت غير باش نتنفس، عرفتي كتحيد لي داك الدم، عرفتي مكبد قالت لي عندك تخاثر الدم، داكشي علاش كلشي عظامي طايحين عليا. والحمد لله على كل حال، الله يدير لنا التوالد على الخير، نتمنى الشفاء من عند الله. انا بقاو معايا البنات تمشي للدار. هانتوما البنات، شفت ليا التمر ثلاثة التميرات، والما قال لي شربي هاد الما وكلي التميرات باش تحيد ليا السخفة، قالت لي ما تخافي والو. المهم الحمد لله على ربي، يخفوا عليا عظامي متشافة، يا سيدي ربي يا ربي تشافيني وتشافي جميع المسلمين يا ربي امين. كما قلت لكم البنات، سمحوا لي المشاهدين ديالي، وريتكم رجليا كما قلت لكم، راه غير باش تعرفوا شنو كاين، حيت انا ما كنخبي عليكم حتى حاجه، اللي كاينه كنقولها لكم، يعني كون ما جاتش حشومه وداكشي راه غادي نوريكم حتى الظهر ديالي وداكشي، ولكن حشومه انا عيني ما كيتفرجوش فيا غير العيالات بوحدهم، يعني راه مخلطين داكشي، علاش ما صورتش لكم كلشي وسمحوا لي. ساليت البنات غادي نمشي. المهم البنات كما قلت لكم، راه المعامله زوينه، معامله زوينه عندهم والله، ويلا عندها معامله زوينه. انا شفت غنمره، ما نكذب على الله، هي كتسمعني، ما شفتنا الراجل. نجيب ياسمين ان شاء الله دير الرقيه نيت عنده ان شاء الله،
يلا الله يرحم والديك اختي سمحي لينا يعطيك الخير صافي الله يسهل عليك هنا هي ديالك انت باش نديرها فيها هي حجمه النساء صافي لا هيا هي هذه صافي راه في 77 الاخر حجمه النساء راه هي صافي هذه هذه ديال راجلي قطع ربي سمحي لي الله يسهل عليك يعطيك الخير الله يرحم لك الوالدين الله يخلي لك صحيحتك يلا امين يا ربي بسلام لا لا صافي توقط لا غنصيفط لك دابا ان شاء الله حمواتي كما قلت لكم والله الا المعامله تاع عائله زوينه والله مسكينه هي قالت لك كدير غير 10 الكيسان اللي كتحيد بهم الدم وانا تقريبا دارت لي ما عرفت شي 12 كاس زاد الدوك الجوج على حسب قلت لها تضرني لك ساعه ديال ظهري بزاف وصافي والحمد لله بكل حال الله يجيب الشفاء للجميع وسمحوا لي البنات كما قلت لكم انا ما تنخبي عليكم حتى حاجه اللي كاينه كنقولها لكم واللي كاينه كنشاركها معكم ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه هذا ما كان ايوا صافي انا غنمشي للدار قالت لي ما تدوشيش دابا ما ندوش وما نشربش الحليب وما نشربش شي حاجه حامضه قالت لي شربي بحال الماء بحال عصير ديري بالماء يعني شي فواكه بالماء وصافي هذا ما كان بلاتو حتى نوصل للدار باش نبين لكم كارت فيزيت بحال اللي بالنسبه اللي بغى يتصل بيهم واللي بغى يهضر معاهم يسولهم على شي حاجه ولا يا الله هذه بلاتي خرجت راه قلت لكم ها هما شتي ها الرمقه ديالي فيدان راه هي جايين هنايا بالنسبه للناس اللي كاينين في الدراركه راه عارفين هذه البلاصه غير القهوه عارفه يلا بقى معايا تمشي للدار ياسمين ياسمين حلي حلي على هاد المشيشه بغات تدخل ياسمين وا ياسمين زيد يلا تعالي تعالي نحلك تعالي تعالي واحد المشيشه لقيتها فين الباب ما كنعرفها ما كتعرفني نروح ليها نشوف واش غتدخل ودخلي ها تولاتو هاكي هاكي بس 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 هاكي ماشي بس 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 اجي نحليك اجي نحليك اجي اجي بدخلي اش بدخلي انا اجي نحليك زيدي واش تحليها ادخلي يلا زيدي انتوما انتوما راه ما تنعرفوها ما مربينها ما والو ها جات ودخلت سايبه هكاك بس 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 فين هي بس 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 هاي فين دخلت كتارة اش بيتي اش بغيتي سبحان الله العظيم اشنو ها اشنو كتارة سبحان الله العظيم دخلت البيت في غادي هيا هيا في غادي واش كتعرفيني سير عندي ياسمين للسطح سير سير عندي ياسمين سير سير والله الا غادي جات كما قلت لكم ابن سبحان الله العظيم ديك المشه مني خرجت من عند فين درت الحجامه وهي تابعاني وهي تابعاني طول الدار بغيت ندخل هي تبعتني انا تحبلي مشات من تلفت لقيتها باقا جايه تابعاني وتقول ميو 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 وانا تنهضر معاها بحال كنعرفها وكتعرفني صافي حليت الباب وهي تزرق دخلت كنت راه كنهضر معاها حتى مشات طلعت عند ياسمين ياسمين كطيب الخبز في السطح ايوا قلت لكم جيت البنات لبست حيت قالت لي لبسي لا يضربك البرد قالت لي لبسي يعني انا راه عرفتوني ما كنقدش نلبس الحوايج سخونين
ولكن قالت لي لا لبسي لا يضربك البرد مده 6 سوايع. بعدا قالت لي ما تشربيش الحليب وما تاكليش اللحم ما عرفتش كشي الاخر. قالت لي هي ما الحاجه الحامضه المعصير ديال الليمون وداكشي وقيل الحامض مهم ما ناكلو شو مهم صافي. جيت والله الا البنات راه حق ربي العظيم راه ربي اللي شاهد عليا الا عندها واحد المعامله سبحان الله العظيم الناس مزيانين كيفاش دايرين وحق الله العظيم الا واحد المعامله طيبه زعما كاين الهضره ديالها زوينه وبلطافه وتتشد الخاطر وزعما كتعامل مزيان والله. كاين بعض الناس اللي كيخدموا غير على هدف غير الفلوس باغين غير الفلوس ماشي بهم بنادم يتعاملوا معاك كانسان وهادو هادي تبارك الله كتعامل معاك عاديه بواحد البساطه وزعما المهم كتعامل مزيان بلا ما نكثر عليكم الهضره. المهم ها نتوما هل سميتو النمره اللي بغى يتواصل معاهم كاينه هنا وقيله اين هي جامع. المهم هنا كاينه النمره ديالها لا بانت لكم بلاتي البنت تتبان لكم النمره ديالها وديال راجلها بحال بغيتو تسولوه على شي حاجه ولا تسولوه حتى هو بحال هكا على شي حاجه يعني الانسان اللي بغى يدير رقيه ولا هذا يسول ويقول لي شنو كاي يعني شنو باش كيحس وداك الشيء والله ما عرفتش غتبان لكم ولا لا. شوفوا دابا التليفون عندي انا راه ليله يلا واش انا قالبه هي هذيك هي المهم سكريني هو اللي بغات تسكرينيها باش تهضر معاهم وتسولهم يعني ناس طيبين الله يعمرها دار. بعدا غير من المعامله ديال المراه راه بانت ليا حتى شي نهار ندي ياسمين حتى هي دير رقيه راها مريضه حتى هي. قلت لكم البنات الله يستر راه كيقولوا لي ولادي ماما راه كاش يبان لينا شي خيال داز هنا لا واه بان لينا هنا كنقول لهم انا نتوما ما كتامنوش بالله صافي طلع العظيم ما كتصليوش يقيلا كيبان لكم كيتخيل لكم دوك الخيالات كيحلموا بزاف. المهم حنا عارفين شي حاجه عندنا في الدار ولكن الله يدير تاول تاع الخير وصافي تدي ياسمين عندهم كما قلت لك دير الرقيه ان شاء الله باذن الله. ايوا صافي البنات وقيلا صافي هنا غنحبس هذا الفيديو. كنتمنى هذا الفلوق ديال اليوم يعجبكم ما في حتى شي حاجه لي هذا ولكن مهم بحال بالنسبه للناس اللي في الدرار كاع غادي يستافدوا من هاد اشنو قمشاتك اجي اجي انا مش هزتها ياسمين بغات تهودها بغات تهودها يلا بغات تحل الباب وهي يعني تنطرت منها وقمشتها واقيلا قمشتك اش تقدرها شي مشي عادي يلا وعلم ورب السلامه والله طفت الطبيله خلعتني ما عرفتش والله ما بغات تمشي راهي طلعت للسطح هربت ليها هذيك عاجت تحل الباب وهي تنطر منها طارت وكتجري للسطح. كما قلت لكم الناس اللي في هنا غادي اللي في الدراركه غادي يستافدوا منهم يستافدوا من هذا الشيء ديال هاد البلاصه هادي دابا قريبه ليهم اللي فيها الرقيه فيها الحجامه والله القسم الا كنت غادي للتيكيوين قلت من تجا ما داني التيكيوين جريت زكريا معايا وغادي يقرا مع الجوج وانت غنمشي وانت غنجي تمينا غادي كيدير بحال هكا. قلت لي واش هذا اللي كيدير الرقيه هنا واش كيديروا الحجامه قال لي ما عرفت. قلت بلاتي نمشي نسولهم ملي مشينا لقينا بعدا المراه سولناها قالت لي انا اللي كندير الحجامه وراجلي كيدير الرقيه. قلت لها الله يرحم ليكم الوالدين بعدا نقصتو علينا واحد شويه التعب والله. ايوا كلشي مزيان البنات يلا نخليكم على خير بسلامه وتهلاو فراسكم وسمحوا لي الا طولت عليكم هذا الفيديو.